أشرت إلى الدور الجزائري وتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، هل يمكن القول بأن هذه الوساطات يمكن أن تتوج بوساطة جزائرية بناء على المواقف التي اتخذتها الجزائر من الأزمة منذ البداية، وهي مواقف ضد الانقلاب ولكن في نفس الوقت ضد التدخل العسكري؟ إلى أي مدى يمكن للجزائر أن تلعب دورا في هذا السياق؟ أكيد، قال أحد زعماء لا فارقة، إذا كان للمسلمين قبلة في مكة وللمسيحيين قبلة في الفاتيكان فإن للأحرار قبلة هي الجزائر، فالجزائر قبلة الأحرار ومكة الثوار، ساهمت في تحرير كل الدول الإفريقية، بل أكثر من ذلك أخي الكريم، الجزائر عبرنائها ساهمت في إدخال الدين الإسلامي في عموم إفريقيا. المصحف الذي يقرأه علماء إفريقيا وغرب إفريقيا يسمى بمصحف الجزائر أخي الكريم. المشايخ هناك لهم دور كبير في هذه المنطقة. الجزائر تتقاسم مع مالي 1400 كيلومتر ومع النيجر 1000 كيلومتر، المكون السرجي، البربوشي، التجاكنتي، الحسني، الهوتي، كل هذه المكونات للجزائر فيها درع كبير. واعتقد ان تصريحات الرئيس كانت قويه جدا، راينا وراء الجميع كيف خرج الاف المتظاهرون من المسجد في نيامي حينما رفعوا رايات الجزائر خفاقه في سماء نيامي سماء النيجر، دلاله قويه جدا على ان هذا البلد الذي استقل من الاستعمار يمكن كذلك نحن ان نستقل من الاستعمار. راينا تصريح رئيس المجلس الوطني لحمايه الوطن في النيجر حين في ذكرى 3 اوت في ذكرى الاستقلال قال نريد استقلالا جديدا. اعتقد على ان مقاربه الجزائر قويه جدا، الجزائر لها وقدمت النصيحه لها دور كبير في الوساطة وكلمتها مسموعة في كل منطقة الساحل وجنوب الصحراء حتى مع الآخرين حتى مع الشركاء الدوليين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الاتحاد الأوروبي. نعم نحن ضد أي انقلاب يأتي ولكن ضد التدخل العسكري، ولكن لا نتدخل في الشأن الإفريقي، نريد حلا إفريقيا إفريقيا سواء كان في ليبيا سواء كان في مالي أو في بوركينا فاسو وكذلك عند الإخوة في النيجر. أخي قادة.